السلام عليكم، انا اسمي دكتور محمد الطواله من الرياض من السعوديه. انا سعيد جدا لحضور مؤتمر الاوعيه الدمويه في الاسكندريه. لا شك انه قيام هذه المؤسسه مؤسسه مستشفى الاوعيه الدمويه الاسكندريه فكره رائده لوجود مختصين ووحده متكامله لعلاج وتقييم وعلاج حالات الأوعية الدموية اللي هي عندنا في هذه المنطقة بكثرة. المرضى هؤلاء يحتاجون مختصة أوعية دموية وتشخيص سليم. الأوعية الدموية مشكلتها منتشرة وتؤدي عند كثير المرضى لبتر الأقدام، خصوصا مرضى السكر، وهذا البتر هو أبشع ما يمكن أن يحصل لأي إنسان. يمكن كثير بالحالات من منع البتر بتقييم الأوعية الدموية وعمل القسطرة أو جراحة الأوعية الدموية في مركز مختص مثل مركز الإسكندرية. وأتمنى أن أرى مثل هذه المراكز في جميع بلدان العربية. يعني الفكرة رائدة، ويعني كثير من المرضى يحتاجون أن يعرفون أنه الغرغرينة يمكن حد من البترها بالتقييم السليم والعلاج السليم بواسطة مختص الأوعية الدموية، من تشخيص عن طريق عمل الأشعة الصوتية المختصة للشرايين، ومن ثم عمل القسطرة بفتح الشرايين سواء في بالونة أو دعامة أو الآن في بالونات مغطاة بالأدوية، أو عمل جراحة توصيلية بالأوعية الدموية. هذا كله يؤدي إلى إيصال تدفق الدم الكافي للأقدام والأطراف، وبالتالي شفاء الجروح ومنع البتر. أيضا أحذر الكثير المرضى من اللجوء للطب الشعبي والأعشاب، لأننا رأينا مآسي من يعني كثير من هذه الأعشاب تكون ملوثة وتؤدي إلى التهاب الجروح. أيضا تأخير العلاج بسبب أنه لا يصل الدم للأنسجة يؤدي إلى تفاقم المشكلة وانتشار الغرغرينة. أنا سعيد جدا بوجودي الآن في هذا المكان في هذا المؤتمر الذي ينظمه مستشفى الأوعية الدموية في الإسكندرية. هذه فكرة رائدة، وأتمنى أن أرى مثل هذه المراكز منتشرة في عالم العربي. شكرا لكم.